الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو الأولى حروب فتنة الأمة بالمال. وقعت هذه الفتنة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما بدأ تمييز في العطاء بين المسلمين، مع حادثة مركزية حصلت قبل ذلك كانت عبارة عن منع فدك عن أهل البيت، عن الزهراء عليها السلام. فبدأ العمل في المال بخلاف ما كان عليه الوضع في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما بويع أمير المؤمنين سلام الله عليه بالخلافة، في اليوم الأول وفي الخطبة الأولى أعلن عليه السلام أنه سيسوي في العطاء بين الناس. وفي اليوم الثاني كان أول اجتماع للمعارضة المالية المبنية على أساس حب المال. ما الذي يعنينا من متابعة هذه الأمور؟ الذي يعنينا أننا نسمع كثيرا عن شراء وجهاء الكوفة بالمال، وأن فتنة المال التي بدأت مبكرا في هذه الأمة وصلت في أيام كربلاء إلى حيث كانت عاملا رئيسا بل مركزيا من أسباب قتل الإمام الحسين سلام الله عليه. ثم هذه الروح، روح عبادة المال، هي التي جعلت القوم يصرون على أن يحملوا رأس الإمام الحسين ويأخذوا الجائزة عليه، وكان هناك تنافس من يحظى بالجائزة الأولى، بالإضافة إلى الهجوم على الخيم والسلب والنهب. حتى الحلي في الأطفال التي يلبسها الأطفال، ومن المعروف أن شخصا كان يسلب طفلة بعض الحلي وهو يبكي، فقالت لماذا تبكي؟ قال كيف لا أبكي وأنا أسلب بنت ابن بنت رسول الله؟ قالت إذن دعني، قال أخاف أن يأخذه غيري. إذن نحن من جهة سنويا نذكر أنفسنا عباد المال الذين حاربوا أمير المؤمنين سلام الله عليه وحاربوا الإمام الحسن سلام الله عليه. زمن الإمام الحسن عليه السلام ابن عمه عبيد الله ابن العباس، خيل عبد الله ابن العباس، الذي كان معاوية قد ذبح له طفلين صغيرين في اليمن، اشتراه معاوية ب500,000 درهم، نص مليون درهم. القائد الثاني اللي عين الإمام الحسن اشتراه أيضا، القائد الثالث اشتراه معاوية. إذن فتنة الأمة بالمال كانت سببا رئيسا فيما جرى على أهل البيت. طيب من جهة تانية نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الفتنة كثيرا، ونرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي يعصوب المؤمنين والمال يعصوب الظلمة
حديث آخر المنافقين، وحديث آخر الفجار، وحديث آخر الكافرين. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من فرز الأمة على أساس المال. الأمة إما أن تكون مع علي أو مع المال. طيب، لحد هون وصلنا لملامسة هذا الأمر لقلوبنا لصميم التزكية. إذا الشخص منا بده يتابع الأحداث التاريخية دون استلهام الدروس والعبار ودون الالتفات إلى باطنه، فهو لا يستفيد من التاريخ شيئا، خصوصا وأن الذين وقفوا هذه المواقف في كربلاء أو قبل ذلك كانوا يصلون ويصومون ويتظاهرون بشهادتين إلى آخره. في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه الذين عبدوا المال وحاربوا عليا كانوا أصحاب سوابق جهادية. سيأتي معنا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يصف طلحة بأنه شيخ المهاجرين، والزبير أنه أشجع الناس. الأمير يصفه بأنه أشجع الناس، طبعا يعني مقصود بعد أمير المؤمنين، لأنه هو عم يعطي الشهادة، لا يصل أحد إلى مقام أمير المؤمنين سلام الله عليه. وابن خال أمير المؤمنين، ومنه عندما هوجم بيت الأمير يوم الدار خرج الزبير شاهرا سيفا. الوحيد اللي حمل السيف الزبير في ذلك اليوم، وظل مع أمير المؤمنين إلى أن بايعه. طلحة كمان ظل مع أمير المؤمنين إلى أن بايعه، ثم وقفا ضد الأمير وحاربه. طيب، العقل، الدين، المنهجي، الموضوعي، كل ذلك يقتضي أن يفكر كل شخص منا بمتابعة هذه الأحداث وملاحظة تبدل مواقف الأشخاص على أساس أن هذا الذي كان مؤمنا مجاهدا وابتلي بفتنة المال، كيف يصح لي أن أبرئ نفسي من الابتلاء بفتنة المال؟ كيف يصح لي أن أخرج نفسي من احتمال الانحراف بفتنة المال، وأعتبر أن علاقتي بالمال علاقة طبيعية؟ الحمد لله أنا عم بتصرف على أساس أنه بزكي بخمس إلى آخره، دقق بالمورد المالي. هنا نقطة كتير شديدة الأهمية، وهي أن الرضا عن النفس يجعل الإنسان يبرر أمورا كثيرة لنفسه، من قبيل مثلا سرقة الكهرباء، سرقة المي، محشور واحد وما عنده إمكانية، والفقر عم ياكل قلبه، والدولة كلها حرامية، فشو بصير إذا سرق؟ لا، إذا الناس بيسرقوا مفترض واحد يكون بالجبهة التانية. هذه الخلية قد تتطور وتفتك بالشخص، تتحكم بمصيره، كما فتكت بالزبير، كما فتكت بطلحة وبغيره. فإذا المنهجية العلمية والموضوعية والصراحة بين يدي الله عز وجل أن يراقب الإنسان علاقته بالمال، حبه للمال كيف، خصوصا وأننا نجد الخلافات الشديدة بين الأهل والأرحام على أساس المال، ولا نجد أن الجو العام يوحي بشيء من التسامح والإيثار. هلا إذا واحد كان عم بيحصل شيء كتير وعم يعطي لغيره أكثر بيلتقى منها هذه، بس أنه يكون واحد محشور ويؤثر غيره أبدا. هناك منطقان، المال هو الأساس أو ثواب الله خير؟ ثواب الله خير، هذا المنطق
يخلي الإنسان يخرج من المال الذي معه، يترك لنفسه أقل القليل ويعطي الباقي للآخر. يعني مثلا يعلم بأن شخص فقير ومحتاج، فيعطيه 3/4 80% ولو أنه هو سيكتفي بالخبز في هذا اليوم. طبعا توسع العيال شيء آخر، لكن هو سيكتفي بالقليل لأن هذا يقيته، هذا يكفيه، ويريد أن يعمل بمبدأ ثواب الله خير، فيعطي هذا المال ليقدمه أمامه، ليس لك من مالك إلا ما قدمته. مبدأ ثواب الله خير يلغي كل الخلافات المالية اللي داخل أسرنا، لكن باعتبار أن هذا المبدأ مغيب، فلذلك نقع في إشكاليات عديدة. يجب أن يكون واضحا أننا نتابع الحديث عن نوعين من الأشخاص: نوع يحركهم حب المال، ونوع يحركهم ثواب الله خير. حب وما عند الله خير للأبرار، والفارق كبير. وإيانا أن نتصور، لا أنا ولا أنت، أنه فينا نجمع نحن بين اثنين، نسترسل في علاقتنا بالمال ولا ندقق، بنفس الوقت نبقى مع علي. أبدا. المال يعصوب المؤمنين، والله يعصوب الكفار والفجار. المال يعصوب الكفار والفجار. وجوب العمل لتحصيل المال ما حدا بيناقش فيه، يجب العمل لتحصيل المال، لكن كم يصرف الشخص على نفسه وكم يصرف لغيره؟ يصرف على عياله أكثر ما بيصرف على نفسه، وبيصرف على الآخرين إذا كان يستطيع أكثر مما يصرف على عياله. إذا مش مستطيع، عنفسه أقل القليل، وعياله بوسع عليهم وبيخليهم بالتدريج يتعودوا على الاقتصاد، على الزهد. ليش؟ لأنه في عنا مبدأ محدد وتم التركيز عليه، أن يأخذ الإنسان من الدنيا أقل القليل. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأخذ من الدنيا إلا أقل القليل، وكان صدقاته تكفي لمئات العوائل في المدينة. الأمير عليه السلام كذلك، الأئمة عليهم السلام جميعا يؤكدون على أن ننزل الدنيا من أنفسنا بمنزلة الميت. نحن مش هيك مبين، ما منزلين الدنيا من أنفسنا بمنزلة الميت، وعنا أنه هاي الشغلة بتجنن، وهذه خارقة، وهذه إلى آخره، ومشدوهين وآمن الركض، ومعتبرين حالنا أنه يا حرام الشوم مقصرين بعدنا. ننظر في الأمور المالية دائما إلى من عندهم الثروات والأموال الطائلة، وما دام أننا لم نصل إلى هذه المرحلة فإذا ينبغي أن نستزيد. هذه الأمور تجعلنا نتخاصم مع أقرب الناس منا لأجل المال، لأننا نريد أن نأخذ من الدنيا الكثير. أروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا أحب الله تعالى عبدا ألهمه الطاعة وألزمه القناعة، وفقهه في الدين وقواه باليقين، فاكتفى بالكفاف واكتسى بالعفاف. وإذا أبغض الله عبدا حبب إليه المال وبسط له الآمال، وألهمه دنياه ووكله إلى هواه، فركب العناد وبسط الفساد وظلم العباد. إذا كان شخص يريد أن يجلس في مكان يجلس مرتاح، جاء شخص آخر لابد أن يجمع نفسه قليلا ليجلس هذا الشخص، مش هيك طبيعي؟
كم نتصرف في تعاملنا مع المال؟ قديش بناخذ نحن حصة ونصيب من التعامل مع المال وقديش بنخلي لغيره؟ عندما يأخذ الإنسان القليل من الدنيا ويقرر أنه حدد السقف يريد أن يأخذ من الدنيا القليل، كما قال أمير المؤمنين صلى الله عليه عن الأكل: وهل هن إلا لقيمات يقمن صلبك. إذا حدد أنه يريد أن يأخذ من الدنيا القليل تلقائيا ستزول الخلافات مع الآخرين، ما عاد في سبب للخلاف إطلاقا، لأنه صار الدافع عنده لإعطاء الآخرين دافع كبير. كل ما في الأمر أن نحدد هذا السقف ونتنبه إلى أننا ما دمنا لم نحدده وما دمنا نسترسل في التعامل مع المال في العلاقة بالمال، إذا حب المال اللي فينا مستأنسين فيه معتبرينه أنه سليم ورحماني هذا الحب، ونموه على أنفسنا والشيطان بموه أنه طيب ما في حاجات الدنيا ولا بد ما نهتم فيه، صح في حاجات الدنيا بس قديش هي لقيمات وطمرين، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه. طيب ما حدا عم بيقولها إحنا نكتفي بالطمرين والقرصين بس، أنه مش بالطريقة اللي عايشين فيها أنه الفقير بيصير مترف. هذا الترف ليس من خط حب الله وحب رسوله وأهل البيت وأمير المؤمنين، ليس مع علي، ليس من خط اتباع علي الذي نصل معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ونحن نتابع أحداث حرب الجمال ماذا جرى في وقعة الجمال، يجب أن نتنبه إلى أن الأشخاص الذين نقرأ عنهم ونتحدث عنهم هم على قسمين: قسم يحركه حب المال، والقسم الآخر يحركه حب علي الذي لا ينفصل عن حب رسول الله والذي هو تجلي حب الله عز وجل. وقد قال علي عليه السلام: حب الله وحب الدنيا كالليل والنهار لا يجتمعان. وأساس حب الدنيا ما هو؟ حب المال، لأن المال كما قال علي عليه السلام مادة الشهوات. واحد بيجيب المال كيف مثلا والله أنه من الماء كل شيء حي، من المال كل شهوة، يعني يحقق ما يريد. بعض المرات الرئاسة تطلب عادة السلطة على أجل المال، المال في الصميم. طيب هذا وضع العالم وهذا جو الحروب اللي نشأت في إطار الفتنة اللي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا وياك شو اللي بحركنا؟ هون النقطة الأساسية. ما الذي يحركك يا قلب؟ يحركك ثواب الله خير والله المال؟ إذا ثواب الله خير ببين، نتيجة بتبين، معناها أنه الذكر العبادي، التحرز من الغيبة، خصوصيات عدم الأذى للآخرين، هذا اللي بيحرك الثواب. إذا اللي بيحركنا المصاري فالعبادة قليلة، والخلافات مع الناس على كل شيء على قدم وساق. طيب نريد أن نتابع الأحداث على هذا الأساس، هكذا نكون لا نفصل بين التزكية والاستلهام من دروس التاريخ وعبره، لكي نعرف قوة حضور المال في أسباب ومثيرات حرب الجمل. خلينا نوقف عند نص لأمير المؤمنين سلام الله عليه، خطبة طويلة لم ترد في نهج البلاغة، أوردها المير جهاني عالم ألف كتاب اسمه مصباح البلاغة اللي هو مستدرك لنهج البلاغة. الشريف الرضي رضوان الله عليه ما جمع كل خطب الأمير
عليه السلام اختار من خطب الأمير. تفتح نهج البلاغة بتشوف أنه ومن خطبة له، ومن خطبة له، بعدين بيقول ومنها. فعلماءنا اشتغلوا على تكميل خطب، يعني المصادر المختلفة، هالخطب اللي موجودة بنهج البلاغة كملوها. في خطبة للأمير عليه السلام بعد حرب الجمال وبعد صفين، بيحكي عن كل ما جرى معه، هي وثيقة تاريخية من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حين الخطبة. ما يعنيني منها هنا فقرة حول طلحة وزبير وشخص ممول أساسي جدا بحرب الجمل، بيعبر عنه الأمير أغنى الناس، اللي كان يفرغ الدنانير على الناس بحرب الجمل. يقول الأمير عليه السلام: وكان طلحة يرجو اليمن، والزبير يرجو العراق. لما تاجر كبير صار مليونير، بفكر يصير مسؤول بمكان، ليش؟ شوف انه الثروة الموجودة بهالبلد رح تجعله هو من اصحاب رؤوس الاموال الاولى، هو من اصحاب رؤوس الاموال، بس بصير انه متميز. وكان طلحة يرجو اليمن والزبير يرجو العراق، فلما علما اني غير موليهما استأذنا في العمرة يريدان الغدرة. يعني على الخبير سقط، مين بدنا نلاقي حتى نسأله شو سبب انحراف طلحة والزبير أفضل من الأمير سلام الله عليه. إلى قوله عليه السلام: إني منيت بأربعة ما مني أحد بمثلهن. أربع شغلات ما حدا ابتلي بمثلهن. منيت بأطوع الناس في الناس عائشة بنت أبي بكر، وأشجع الناس الزبير بن العوام، ابن عمته للأمير والأمير ابن خاله، وبأخصم الناس، يعني الشديد بالخصومة، طلحة ابن عبيد الله، وبأكثر الناس مالا يعلى ابن حنبة التميمي، أعان علي بإفراغ الدنانير، والله لأن استقام هذا الأمر لأجعلن ماله وولده فيئا للمسلمين. فأتيا البصرة طلحة والزبير وأهلها مجتمعون على طاعتي وبيعتي وبها شيعتي. هون انتبهوا الكلمة حساسة. البصرة شو فيها؟ بيقول بها أهل طاعتي، أهلها مجتمعون على طاعتي وبيعتي وبها شيعتي وخزان بيت المسلمين. يعني الظاهر من أهداف اختيارهم للبصرة أنه كان في بيت مال المسلمين أموال طائلة. طبعا في سبب آخر، أنه في أنصار إلهم وقفوا معهم وكانوا مصرين على القتال، ولهجتهم أنه بيستبدلوا الجيم بالكاف، فحطوا حجر وصار يقولوا والله لا نفر حتى يفر هذا الحكم، أنه على طريقة أنه الجيم كاف. فكان في أنصار، لكن أيضا يبدو هذا سبب، أنه ليش تركوا، إجوا من مكة إلى البصرة، الأمير في المدينة المنورة. أبو الأسود الدؤلي لما بيحكي عن دخول طلحة والزبير إلى بيت المال وشافوا أكوام المال وتهللت أساريرهم، أنه هذه مغانم وعدنا الله إياها، هذا الكلام بدل أنه كان في أموال طائلة بالبصرة، ويبدو من أسباب اختيار البصرة هذا. لذلك الأمير هون شو عم بيقول؟ وبها شيعتي وخزان بيت مال المسلمين. فدعوا الناس إلى معصيتي. أيضا بعد الحرب الأولى اللي صارت بالبصرة قبل وصول الأمير، حرب مع والي أمير المؤمنين، صار صلح، ثم نقضوا الصلح، وطلحة والزبير
بليلة ماطرة والضباب مغطي، لأنه النص بيقول ماطرة وفيها مطر ورياح شديدة والندى، فإنه كان هيك الجو جو مش عادي أبدا، وداهموا بيت مال المسلمين وقتلوا حراس بيت المال وأخذوا عثمان بن حنيف ونتفوا لحيته، وكان شيخا كث اللحية. فدعوا الناس إلى معصيتي فسار بهم حكيم بن جبل العبدي في 70 رجلا، اللي عم يحكي الأمير عليه السلام، من عباد أهل البصرة، وكانوا يسمون أصحاب الثفنات، كأن جبهاتهم ثفنات الإبل، مش الماعز، الإبل يعني ثفنات كبيرة. يومئذ وقال اتقيا الله، حكيم قال لهم اتقيا الله، إن أولكما قادنا إلى الجنة فلا يقودنا آخركما إلى النار، أما يميني فشغلها علي عليه السلام عني، وأما شمالي فهذه خذاها فارغة إن شئتما فخنق حتى مات. طيب، خطورة حب المال تحتم علينا أن نتابع مجريات حرب الجمل، مجريات تاريخية اللي وقعت مع من كانوا مجاهدين ومع من كانوا يتظاهرون بالإسلام، نتابع ذلك ونحن نفكر بسوء العقل. ما عندنا بالتدين أنه واحد صار متدين وبيظل متدين للأخير، ما في عندنا هاي. قديش في تحذير بالقرآن الكريم من سوء العقل، قديش في تحذير من أخطار الذنوب. شو اللي بيخلي الإنسان مهدد بسوء العاقبة؟ أخطار الذنوب، أثار الذنوب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هي الذنوب التي بسببها يصاب الناس بالقحط بالجدب، هي الذنوب بتسكر أبواب السماء. طيب، ما بدها تأثر على النفس داخل النفس، ما بتأثر، ما بتمسح النفس، ما بتغيرها. إذا واحد كان عم بيستمر يقيم على ذنب واحد، بس ذنب واحد، الذنب شو هو؟ يؤذي غيره أو يظلم غيره، شو ممكن يعمل فيها الذنب هذا؟ اللي بيؤذي غيره يعني عم يظلم، لكن الظلم قد يكون بغير الأذى، منه مثلا بيمنعه حقه إلى آخره، غير الأذى الشخص المباشر. طيب، الإنسان اللي بيرتكب ظلم كل عمره ولو ظلم لشخص واحد، هذا ما بصير من الظالمين؟ طيب ليش لما نحن بنقرأ الآيات القرآنية عن الظالمين دغري بنكون مسكرين على حالنا ونحن مش منهم؟ مولي الله يلعنهم. بنقرأ عن أسباب الذنوب وآثار الذنوب وأخطارها، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا ويتلقوا. ما خلصنا نحن، الحمد لله من أول ما التزمنا محافظين هيك. في بعض الشغلات هيك إن شاء الله منعدلها. هذه أكبر حيلة لإبليس، أن يجعلنا نرضى عن أنفسنا. فإذا واحد نصار عنده سابقة معينة، له تاريخ بالمشيخة أو سابقة جهادية أو ما شابه، بصير شغلة أنه معقول إبليس يقدر يأثر عليه؟ إبليس اللي عبد 6000 سنة، إذا ما بدي يكسر رقبة هالشيخ وهالحج، ما معاش إبليس هذا. هذا إبليس اللي ما بيقدر لنا، يعني نحن نخرج أنفسنا من حد التقصير وصار إبليس ما بيقدر لنا. هذا مش العدو المبين اللي الله محذرنا منه. إبليس اللي ما بيقدر لنا ما بيستدعي أنه نقضي عمرنا بالجهاد الأكبر، الجهاد الأكبر مش الجهاد الأصغر. إذن ما نحن عليه من خروج من التوازن بين الخوف والرجاء
هو أكبر حيل الشيطان، وهذا المدخل إلى الرضا عن النفس، وهذا المدخل اللي بيخلينا نرضى عن مصرفنا للمال، وعن طريقتنا بالتعاطي مع المال، وعن حرماننا للآخرين للمال، إلى غير ذلك من الأمراض المرتبطة بالمال. ونصير نحن نشرع لأنفسنا أنه قد ما فينا نحصل لازم نحصل، وقد ما فينا نجخ وهيك ديكورات وشغلات وقصص والسيارة ونوعها، سيارة مهم أنه والله ما تقطع يمشي الحال. طيب فإذا كان واحد بيشتري سيارة بمبلغ قادر أنه يخرج له شاب هيك بالطب بفرق السيارة، ظل سيارة منيحة، بس هالفرق هذا ممكن والله يكفي منحة دراسية، ممكن أنه أقساط مدرسية لحدا، ممكن يعمر له شيء غرفة ومنافع لفقير، لختيارة أو ختيارة مقطوعة. هالأمور مش معنيين فيها نحن أبدا. عندما نرضى على عن أنفسنا لا نبقى معنيين بغيرنا، منقضي عمرنا داخل صنم عبادة دينار والدرهم والليرة والدولار، وما عم نفكر إلا بأنه نحن نحسن صنعة وما في مشكلة. لا، المشكلة حقيقية، ولا يصح أن يبرئ أحدنا نفسه منها، وعلى الله قصد السبيل. مهم أن نحاول والباقي مش علينا، أن نخلص النية ونطلب منه عز وجل أن يرينا الأمور كما هي، وهو ولي الإحسان والنعم. سليم يا حسين، عيناك فاضت بالدماء، يا حاملا ثأر السماء، هذا الرضيع ومهده لا زال يرشق أسهما، عيناك تبصر ما جرى، هلا طلبت الثار، هجموا على إسقاطكم كهجوم يوم الدار، أخذوا عقائل أحمد سهيا على الأكوار، فارفع لواء المجد كي تستحصل الفجار، هذه المعارف ترتجي ثأر الشهيد المنصور، هذه المعارف ترتجي ثأر الشهيد